حفلة يا قليلة الأدب اللي ما شفتيش نص ساعة الباية. ايه يا ماما في ايه؟ هو مين ده يا بنت اللي انت عارف نص الصلاة يا بيك اللي عمالة تغني له؟ وانت قاعدة بتعملي ايه عندك هنا؟ غسلت المواعين؟ ها؟ غسلت المواعين؟ جبت لكم الأيباد يلا يا نوب انت وهو، وكل واحد كان بيتكلم هاجي أوريه نفسه يا لفت انت وهو، ماشي. يا نهار أسود ومنيل، أنت بتهبي بيا يالا؟ أنت ما سمعتش القرارات بتاعة الوزير وإن الامتحانات كمان أسبوع؟ لا ما أنا سمعت. وقاعد بتهبي بيا عندك يا حيوان، ما تقوم تذاكر. أيوة ما أنا هخلص الجيم ده وأقوم أذاكر على طول، حاضر. تخلص الجيم أهو يا ابني، قوم يالا. أيوة خلص في إيه؟ بسم الله. ماما عايز ايه يا زفت؟ هي فين الكتب اللي انا هذاكر فيها؟ يا نهار اسود مش عارف الكتب اللي هذاكر فيها السنه دي، هي قدامك يا مي. قدامي ايه؟ هي مش دي كتب دراسه الست سنين اللي فاتوا وانت مجمعاهم عشان هتبيعيهم لتربى بك؟ لا يا رحمة، دي الكتب اللي هذاكر فيها السنه دي. كل دول بتاع السنه دي؟ اه. وانا المفروض هذاكر الكتب دي كلها اللي هي بتاعت السنه دي. اه. والمفروض برضه ان انا اذاكر الكتب دي كلها واحفظهم كويس عشان امتحن فيهم كمان اسبوع. اه لا ده مش شغلانه، مش شغلانه، ده مسخ احسن. ايه ده؟ ساعة زمن يوم، اديني ساعة، مش محتاج اسبوع، ساعة زمن واكون مقفل الكتب دي كلها. هدي نفسك بس، هدي نفسك.